موسيقى خلقت مع الإنسان بكل عظمة الإنسان. الإنسان عظيم، عقل جبار مثل ما بيقولوا عنه الفلاسفة. وأول لغة كانت للإنسان، جعلها وسيلة لمخاطبة خالقه. على فرح الموسيقى من المحيط اللي عشته. بيروت كانت بأيامنا عائلة، يعني نشعر بفرح بعضنا، بألم بعضنا، بسهراتنا. صائبت الظروف انه ابتدي الموسيقى انطلاقا من الاذاعه، اصبحت موسيقي اذاعي. يمكن انا صدت الطريق الصعب، يمكن عندما أتى محمد القصبجي ليحضر الباليه بالأوبرا سنة 52، إجا وحضني وأنا صرت أبكي وهو كان يبكي. قلت له أنت أستاذي بالموسيقى العربية، ربيت على ألحانك وباركني وقال لي بدي أجيب أم كلثوم تسمع كيف بتصير الموسيقى العربية لما نحطها على الأوركسترا. يوم كانت بيروت تحترق، يوم كانوا أكثر الفنانين فنوا، يوم كان الضرب والقصف نازل، كان توفي البيروتي العريق سكر على حاله وقعد يكتب سيمفوني لأجل السلام. بنضلنا عايشين بالأحلام، خلقنا بالأحلام، وكل ما بنطلع من عمل نحلم بعمل جديد. حلمنا الأزلي نحن بلبنان إنه يكون عنا مسرح دائم نقدم فيه أعمالنا الكبيرة. يعني كان في بعلبك لما يكون في عنا مسرح دائم، مسرح مونيسيبال مثل بقوله، وفي الشروط الفنية، هذا ما نطمح إليه، هذا بقى بيفرحني كتير وبيزيد العطاء. Thank you.